وبدا واضحا أن الملك يبدد من باقي رصيد حب الشعب له، وتباينت الآراء حول تصرفات الملك. الخطأ العام بقى النزع، النزع الرغبة في الحب والاعتداءات الأسطورية، ودي بقى كان بيشجعوا فيها مع الأسف أحزاب الأقالية. ما لم يكن يجد معونة منهم ما يقدرش يعملها، يعني لما يطيح حكومة الوفد لو يعلم من الأحزاب التانية هتاخد في طريقه وترفض الحكم فتبقى الوفد صاحب الأغلبية والاعتداء على الدستور، ما كانش يعمل كده. ما لحقش تلمس النواب اللي فيه أغلبية وفدية لو يعلم الأحزاب التانية هتتضامن مع الوفد في مقاطع الانتخابات الجديدة. إنما أحزاب الأقلية رغم منها الوصول للحكم كانت بتعاون بل بتشجعه على هذه الاعتداءات. ودي ورثها عن ابوه ملك فؤاد، ورثها عن ابوه ملك فؤاد. في بعد هذا بقى هذا اقول لك خصوص ايام الوفد، حكومه الوفد لم يكن يستطيع نائل الموظف، لم يكن يستطيع نائل العسكري من قسم الرمل لقسم العجوزه لقسم الشرطه مثلا، كان يستطيع هذا اكثر من هذا حكومات الاقليه، مضطرين يخضعوا أو نجاوب ونقول لا زي هنا هنقول الله. طب انتوا قاعدين ليه بقى؟ ما تجيب الوفد صاحب الأغلبية ما دام لا بلا الوفد أولى. إنما أيام الوفد ما كانش يملك حاجة ولا يملك تصرف في مليم واحد من الخزانة. ماذا تقول لنا عن الحرس الحديدي؟ ده بلوى. الحقيقة كان أداة من أدوات الملك في الإعداء على خصومه السياسيين. وكان له يعني نشاط كبير ضد الوفد بالذات يعني. هل النحاس باشا كان احد المستهدفين من الحرس الحديدي ولذلك تمت محاوله اغتياله اكثر من مره؟ بالظبط. حرس حديدي حاجه خاصه بالملك، خاصه بالملك لوحده، هو انه كان وبينه وبينك كان حرس فاشل، عمل محاولتين وفشلوا فيها. وانا مش بقول انهم يعني خساره انهم فشلوا، بقول لك دليل على عدم التخطيط، وهي زي ما تقول نوع من الجدعنه. معروف مين يعني فيهم، وناس يعني ناس عارفه مين فيهم كانوا يعني. كان فيهم اظن السفير حسن عبد المجيد. حسن عبد المجيد وخالد فوزي وانور السادات. والرئيس السادات. امال. وواحد اسمه عبد القادر طه ده اللي هو قتلوه. ده اللي عمله دكتور رشاد. يوسف رشاد. وساعده فيها عبد الله صادق، كان ضابط المطافي بتاعت السرايا. مالناش دعوه بيه خالص. طب يا سيدي انا بالحرس عليه، عايزين ايه؟ لكن ايه هو الحرس الحديدي ومين مكون من مين؟ يمكن مكون من مين يقولوا على الشله بتاعتنا، لكن طب عمل ايه؟ موت مين؟ ضرب مين؟ ولا حد. كان ايه هدفه طيب؟ ما انا بقول لك مفيش حاجه اسمها حرس حديدي، انا اول مره اسمعها بعد ما قامت. لكن هدفه كان احنا مجموعه من الشبان الوطنيين القوميين اللي كانوا عايزين يخدموا البلد. في مره من المرات النحاس بقى راح النقراشي باشا وراح هيئه الامم وقال في هيئه الامم بيقول للانجليز اخرجوا من بلادنا ايها القراصنه. فرد عليه النحاس باشا وقال له ما تسأل للامم المتحده كانت ليك في جي ايميه، قال له ما تسمعش كلامه ده راجل لا يمثل الا نفسه، لان النقراشي باشا ما كانش عنده الحزب الكبير بتاع الوقت. فقال له لا يمثل. فاحنا بقى ايميا المجموعه بتاعتنا وهي مجموعه متحمسه جدا قررنا قتل النحاس باشا. لقينا الفرصه لما لقينا في ايدينا سلاح ورحنا ضربناه، كان ابعد مدفع عن ظهر النحاس باشا ممكن 200 واربع مدافع ضربت عليه ولا حد مات، حدش مات. فما اعرفش، يبدو ان الناس اللي كانوا معانا دول ما كانوش عايزين يموتوا حد، فرقعوا خلاص. وفي عام 1951 ألغيت معاهدة 1936 ورفع علم مصر بعد أن أنزل علم بريطانيا، وأصبح فاروق ملك مصر والسودان. عاشت مصر حرة والسودان، دامت أرض وادي من الأمان.
اعملوا تلولوا واهتفوا وقولوا اعملوا تلولوا واهتفوا وقولوا السودان لمصر ومصر للسودان. بريطانيا كان لها سياسة معينة وهي أن تحجم الجيش المصري لتظل متذرعة بفكرة أنها قاعدة في مصر لحمايتها من أي مخاطر خارجية. الملك كان بيعتبر دايما نفسه القائد الأعلى للجيش المصري، وكان في بعض المؤسسات الخاضعة مباشرة للقصر ومنها الجيش، وأظن أن حيدر باشا كان بيمثل القصر في داخل هذه المؤسسة. هذا التسليح لم ينجح الملك في أن يحصل عليه من بريطانيا، حاول من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن طوال هذه الفترة والعلاقات الأمريكية البريطانية الجيدة حالت دون ذلك. من ثم لغاية 1951 حتى بعد إلغاء معاهدة 36 واتفاقيتي الحكم الثنائي، والذي حدث أنه بمقتضى هذا الإلغاء فاروق أصبح ملك على مصر والسودان. رفضت بريطانيا بشكل بات التعامل مع الملك فاروق بهذه الصفة، صاحب التاج المشترك تاج مصر والسودان. إذن فقد كانت هناك أسباب كثيرة وعديدة لسوء العلاقة أحيانا وتوترها أحيانا أخرى بين قصر عابدين الذي يمثله الملك فاروق وقصر الدبارة الذي يقيم فيه السفير البريطاني. حياتك ما بتقول لي الملك أصبح ملك مصر والسودان، حياتك عايز تقول قبل كده ما كانش ملك مصر والسودان؟ لا، اللقب الرسمي الذي حصل عليه بمقتضى إلغاء معاهدة 1936 اللي هي 51 اللي هي 51 أكتوبر 51. المشكلة الكبرى كانت مسألة الوحدة بين مصر والسودان. أي فن كل فضلت بين مصر ومثلة حطمت على هذه الصخرة. حاولنا بقى هذه الأوان نخلص حكاية السودان، ننتهي تحقيق الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج المصري. أي فن. كمان الظروف الدولية تغيرت. قاعدة القناة السويسية اللي احنا قاعدة 36 نصت عليها أصبحت غير متفقة مع ظروف العسكرية وقتها الحالية. قواعد دي أصبحت عديمة الفائدة عسكريا مع تقدم الطيران وتقدم الصواريخ وتقدم قلنا نجيب بقى ما فيش داعي لقاعدة القناة دي كمان تجربة لا تم عن كل أرض مصرية. بدأنا وقتها قلنا قبل ما نخش في مفاوضات نبدأ بمحادثات observations، وتألفت لجنة وزارية من المرحوم الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية والمرحوم الدكتور إبراهيم فرج كان وزير الشؤون البلدية والقروية وأنا نخش في محادثات مع السفير البريطاني. إذا تقدمت هذه المحادثات وأسفرت عن نتائج إيجابية نقلبها إلى مفاوضات رسمية بقى، نروح وفد مصري يفاوض في لندن مع الحكومة الإنجليزية. بعد ما تكون الأسس تمت الأخرية حتى لا نتعرض لفشل مفاوضات جديدة. بدأت هذه المفاوضات في منتصف 1953 واستمرت فترة طويلة، اجتماعات غير رسمية في أماكن مختلفة بعيدة عن الناس بعيدة عن الصحافة ولا ينشر عنها. في هذه المحادثات طالبنا حاجتين، جلائش بطنية قادة عن السويس واعتراف بالوحدة الوطنية بين مصر والسودان تحت التاج المصري. في الحقيقة نقطة الجلاء ما كانتش عقبة كبيرة، إنما العقبة برضو كانت مسألة السودان. استمرت المحادثات دي نحو 10 أو 12 شهر وتقدم فترة. رجعوا تاني الإنجليزي رجعوا في الجبروت، السفير يقول والله حكومة لندن مش موافقة على الكلام اللي أنا قلته، وهكذا كر وفر. في 51 أظن في أكتوبر وأواخر سبتمبر 51 سبتمبر 51 أنا قمت في الإجازة شهر في أوروبا
سيرت واحدة سادة تصل مع أخوانا ورجعت مجتمعنا في أزمة سياسية أنا حسب عشان مقيم فيه وقالوا لي أخوانا إيه اللي حصل بعد أثناء غيابي وإنما حسات وقفت بناء عن طلب السفير البريطاني بحجة إن الحكومة الجزائرية هتخش انتخابات في الأرض في إنجلترا بعد شهر أو اثنين ما تقدرش تتساهل مع مصر إن هذه أستراليا ضدها من الحزب المعارض في المحامد الانتخابية إنها تفرط في مصالح إنجلترا وطلب إرجاء المحادثات إلى ما بعد تمام هذه الانتخابات البريطانية طبعا رد إخواننا كان رفض لأنه أولا مش مضمون إن هذه الانتخابات هتسفر عن نجاح نفس الحكومة اللي إحنا بنفرضها مش مضمون أيضا نفس الحكومة حتى لو رجعت تمشي معانا في طريق ولا رفض إخواننا هذا وقفت المحادثات فلما قالوا لنا كده قالوا لي كده في اجتماع نحاس باشا قال طيب نعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي نعملها؟ وزير الخارجيه صلاح الدين قال لازم نقول حاجه في مجلس الشعب في مجلس النواب ان انا في اخر الدوره وعدت المجلس ان لازم نقول لهم نتيجه المحادثات قبل فض الدوره. فالمجلس قال مؤجل الدوره مؤجله ما فضتش بانتظار بيان الحكومه. واقتربنا قوي بدء الدورة الجديدة في نوفمبر فلازم نعمل حاجة. أنا قلت لهم مسألة بسيطة إحنا نلغي المعاهدة من جانب مصر. هذه الأرض الحقيقة صراحة يعني لأن المعاهدة عقد بين طرفين إذا خلى أحد الطرفين بهذا العقد في التزاماته حق الطرف الآخر أيضا أن نتخلص من التزاماته. وانجلترا خلت التزاماتها فلها في القنابل مش 10 ألف عسكري لها 60 70 ألف عسكري في الإخلال بالمعاهدة. ثانيا الظروف الدولية تغيرت من الناحية العسكرية فتغير ظروف الدولة برضه أيضا من أسباب إلغاء المعاهدة أو تعديلها. فإحنا نقوم من جانبنا بإلغاء المعاهدة وضع انجلترا امام امر الواقع. ونص التشريعات من هذا الالغاء وتعديل الدستور والنص فيه على علاقه بالملك ملك مصر والسودان. الحقيقه امن نحاس باشا خبرني اما ابدا اجتياحه هذه الفكره. اخواننا وقع فكره وفي الحال ضياع الوقت طلبنا المرحوم الدكتور وحيد رقم كان مستشار ملكي رئاسة مجلس الوزراء وزارة الخارجية جالنا في الحال وقلنا له موضوع منظور الوحيد بقى مطلوب حاجتين أولا سرعة إعدادك لهذه التشريعات اللي هتقدم بها مجلس الشعب النواب ثانيا إبقاء هذا السر نهائي منا محدش عرف قبل حتى ولا بآخر وزراء ليه؟ لأن لو تصرف إنجليز بأي طريقة هيمنعوا الحكومة من إصدار هذه التشريعات عن طريق الضغط على الملك خارج الوزارة أي طريقة يمنعه ما يكونناش من تنفيذ الفكرة. والحقيقة وحيد رافض كان عند على خاطر المسؤولية وعد التشريعات بسرعة والبيان اللي رئيس الحكومة هيلقيه في مجلس النواب يقدمه قانون إلغاء المعاهدة واجتمعنا برضه باشا احنا انا وصلاح ابراهيم واخرنا هذه التشريعات وتعديل الدستور والبيان اللي هيلقيه رئيس نحاس باشا في البرلمان. فانا قلت لهم عاوزين كده جمله في الاخر حماسيه لها قوه. قالوا لي ايه؟ البيان طبعا تضمن اسانيد القانونيه والسياسيه لغاء المعاهده. قلت له كويس انت عاوزين حاجه بقى تصير في اثاره. قالوا زي ايه؟ قلت له والله انا اقول
حسب شؤون من أجل مصر الرمض مع 36 ومن أجل مصر طريقكم اليوم بالغاية أرعب على أول وفعلا أصبحت الجملة دي يعني محفوظة من الشعب فعلا ضفناها في آخر البيان وآخر نحاس باشا أمن بقى الخارج لازم عشان تقدم هذه التشريعات لبلبان حسب الدستور الملك يوقع عليها على مشروعات فقال لي نحاس باشا اطلب حسن باشا يوسف يجينا هنا حسن باشا يوسف الله يرحمه كان وكيل الديوان الملكي ورئيسه بالنيابة كان شفير رئيس النيابة فطلبته واجتمعت انا وهو نحاس باشا نحاس باشا شرح له بالله واداله المواسيم قال له دي المفروض يكون يوم سبت على مصر في مجلس برلمان يوم الاثنين نواب والشيوخ انا لازم اقدمها في البرلمان يوم الاثنين هذه الملك وقعها النهارده بكره وتصل لي قبل الاثنين الصبح انا اسافر واخد اذا لم يوقعها الملك رفض يوقعها انا اقول في البرلمان ان انا قدمتها للملك والملك رفض وانت بقى تحمل المسؤوليه نمرتين حسن باشا اقول لك انت والملك مسؤولين شخصيا عن تصرف هذا الخبر الى خارج لان تصرف ابليس حلمناه باي طريقه هيكونوا دول تمكين الحكومه من هذا الاغراض هيا حسن باشا كان كويس قوي وانبسط قوي وانا نحس باشا وقال له باشا تاكد وانا مسؤول الخبر ده مش خبر ليه نحس باشا استحرف هذا؟ احنا نعلم ان حشة الملك فيها ناس متصلين بالسفارة من اسم فطبعا لو عرفوا هيبلغوا السفير البريطاني هيبلغ لهم هيمنعوا الحكومة بأي طريقة ولو أخذتها عن طريق الملك وفعلا المراسيم اللي كانت موقعة عليها الملك يوم الأحد بعد الظهر وفي نفس العام وبالتحديد يوم 6 مايو تزوج الملك فاروق من ناريمان صادق الملكة ناريمان كانت سيدة من الطبقة العادية خالص واللي جوزها له أحمد باشا نجيب الجواهرجي وده كان أحد حاشيته المتفرجين كان جواهرجي فعلا جواهرجي ودكانه كبير جدا في شعر وكان له تأثير في بورصة المال في فرنسا بعد الحرب فقال له أنا أجيب لك واحدة فجيبها له في الدكان وهي كانت مخطوبة أياميها يمكن حضرتك عارف وزير ما كانش وزير دكتور زكياش وبعدين سابته وجوزت الملك إنما لا هي من لفظ البلد من وأمه أو من مقامه أو من مركزه ولا هي من ثقافته وإن كان هو ما كانش عالي الثقافة جدا لأنه ملحقش يكمل تعليم ورجع بدري لما أبوه مات لكن ثقف نفسه في حاجات كتير جدا ولا هي يعني تصلح كمالكة لواحد مجروح تلمله الجراح بتاعته لأنه جوزها كزوجة بس عشان تنجب له ولي عهد وأنجبت ولي العهد وذهبت هي وهو ولي العهد جوز نريمان وأنا وزير مالية بعت لي سكرتير خاص زي باشا حسني الله يرحمه يطلب أصرف له مرتبه 6 أشهر مقدم ملك يطلب صرف مقدمه 6 أشهر مقدم عشان الجواز حياتك تذكر مرتبه كان كام؟ 100,000 كان أيام ملك فؤاد 150 والضمان أصل 100 بقى 100,000 أنا بقى يعني طلب بسيط أرافق برضو أنا كفلاح يمكن هذه الزروب شوية وقلت لأسي مش حسن ليه خير؟ إيه الطلب ده؟ قال لي والله أنا مش مأذون أو للسبب هو تلفونه اسأل مولانا قلت له وزير بيسأل إيه السبب طلع التلفون وقال لي الملك الوزير بيسأل إيه السبب الملك خلاص بالطلب قل له يا سيدي قل له بحس عصبي انا سمعته صلى الله عليه وسلم يعني بقى الحقيقه عارف حاجه قوي نعمان
بعد شهرين ثلاثة وهو في إيطاليا أوصى على طلبية لانجري بالضبط باسم ملكة جديدة، لأن العادة عندنا الزوجة الجديدة ما تستعملش حاجات الزوجة القديمة، والشركة اختلطنا إن الطلبية غالية، طالبين 50,000 جنيه. قلت لا، سبع مشروع وأنا يهمني الملك ينفذ التزامه، وافقت على صرف نص ما طلبه. تصور هذا الحكاية دي، تاخد من الشركة بتسعر ساعتين. اسمع، كان بيقول ازاي تدي الملك 16 وقت؟ فيها ايه؟ اولا قانون الميزانيه ما بيقوليش تدي مؤدب تدي مؤخر تدي شهري تدي سلم، بيقول لي خصصت الملك 100,000. انا بقى حر اصرف اللي انا عايزه. وايه خطر؟ ايه الضرر؟ قال لي انه مات تبقى ما ابنه الوحيد وبعدين عنده ابنك خاصه تغطي. قعد نعيش ليه؟ تغطي الحياه تقول اسمع بقى بذمتك كده لو انت الطباخ بتاعك ليه يتجوز؟ قال لك اديني ما هي الشهرين مؤدب تديله ولا لا؟ قال لي اه بس طباخ حاجه ثانيه. قلت له لك حق ده ملك طباخ ونشرب مع شديد في الصف وقتها. فشو قال لي ملك؟ رحت روما ونزلت تحت اسم مستعار للدراسه، وده برنامج لي مكثف، احسن مدرسات منهم كمان وصيفه الملكه والده امبرتو. رجعت من الدراسه السفر من الدراسه طبعا استقبلني في الميناء اسكندريه، وركبت العربيه مع نادر رشاد وصيفة الأميرة فوزية، وبعدين بقت وصيفتي طبعا. وقعد يسألني، هو كان بيجيله طبعا رابورات بكل شيء طبعا في شك، قالك إني كبرت وبتكلم بقى درست هناك، وسمعت إنك زرتي المتاحف و وتميلي للحاجات يعني روما هي بلد فن يعني حقيقي، يعني الواحد يعني أحب الرسم والنحت وكده. اتبسط وشافني إن كبرت سنا يعني. نضجتي. طب فعلا فترة الخطوبة كان فيها فسح، كان فيها مقابلات كتير، كان فيها إيه؟ ولا ما طالتش؟ لا، الخطوبة أذكر أول فسحة هو جه متأخر البس عشان أزور أخته المعادي الأميرة فوزية وإسماعيل شيرين، وبعدين اتجهت معاه في العربية. كان الساعة بس في الساعة 10:30 اللي زمانها نامت ورجع. وبعدين مرة تانية رحت زرتها أول مرة، وبعدين كان يجيب كل أسبوع بناته فريال وفوزية وفجأة، كنا نلعب في الحديقة لأن ما كان في فرق سن بسيط بيني وبين فريال 4 سنين. فرح ناريمان وفاروق حياتك تفتكره؟ أنا أفتكره لأن أنا طبعا حضرت حفلات اللي اتعملت لهم. فمثلا حفلة اللي اتعملت في السرايا السهرة أنا كنت غفرة هناك. الحفلة مش الحفلة، المناسبة اللي تقدم فيها هدايا للملك كنت أنا غفرة على صالون قناة السويس. ده صالون كان الملك عادة بيقابل فيه السفراء ما يقدموا راعي اعتمادهم أو مقابلات خاصة. ده وقتها الوفود جابت الهدايا بتاعتها للملك. حاجة غريبة جدا،
ان البلاد الغلبانه الفقيره كانت هداها يعني لا توصف من الذهب ومجوهرات. يعني السعوديه بعتت له مجموعه من السيوف والخناجر ذهب بالمرصع بالاحجار الكريمه، الباكستان سجادتين برضه بالاحجار الكريمه، واخد بالك؟ الاردن قبه الصخره بالذهب. فوجئنا بان احنا افتكرنا بقى يعني طب اما نشوف امريكا سير جيفسون كافري دخل ببازة كريستال ب 25 جنيه، لا يمكن تزيد عن 25 جنيه، والله يا اخي. رالف ستيفنسون سفير بريطانيا داخل من بيديها الملكه بريطانيا علبه سجاير فضه، الواحد كان يديها هديه حتى. يعني الدول الغنيه انا الواحد لسه ما كانش انا بصراحه تقديري يعني ما كانش ناضج بحيث ان اقول ايه التخلف ده وايه التقدم ده. بلاد فقرانه وتبعت هدايا غاليه بهذا الشكل. الحاجه اللي استرعت نظري بقى ودي عمليه غريبه، هديه مجلس الشعب لفاروق. وقتها فاروق طلب يعني عن طريق البرلمان المصري، البرلمان المصري اللي عايز اقوله، فاروق طلب من دوائر القصر انها تزق الهيئات والمجتمعات انها تقدم له هدايا. خلاص حصلت معارضه في سلاح المدفعيه ذلك الوقت، وكان ياخذها مجموعه من الضباط مشحنات مش هتخصموا مليم منها، واثنين من النواب رفضوا، ابراهيم شكري واحد اسمه طلعت الله يرحمه رفضوا انهم تتباع. هديه البرلمان المصري انا فوجئت بيها، انا اعرف ان هذه الهديه مش في السوق، صينيه بتاعت الامبراطور اوجيني اللي قدمتها خديوي اسماعيل في تخت النسويه بال 24 فنجان الذهب المرصع. تبين بعد كده ان ادي بقى حاجه ما تليقش لتصرف ملك بصراحه. نطلع بعد كنوز القصر واداها لاحمد نجيب الجوائري وقياساتك، وكانت النتيجه انه باعها الهيئات وده ياخد عملته وده ياخد الهديه والفلوس بتاعته. يعني انا اسمح لي دي ما تصرف لا يليق يعني. دي بس المجوهرات ومقتنيات الملك بيعت بعد كده يا فندم بعد ما تنازل عن العرش وساب مصر. والله مش انا يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو كان طبعا في خطا انها تتباع بطريق مزاد، لان اغلب الناس المزادات اللي تكمل فيها كانوا تجار. يعني مجموعه ورق البوسطه اللي اتباعت هي اتباعت رخيصه جدا لان التجار اللي دخلوا، والتجار بياخدوها بتلت القيمه بتاعتها على طول. ف في ناس طبعا طلعوا ان فلان خد خاتم وفلان باعت مش عارف ايه وفلان ايه وبتاع، وفي ناس يقول لك لا ده الحاجه موجوده في البنك الاهلي، وفي يعني قصص طويلة عريضة. أنا يعني كإنسان مصري ما بين هذا وذاك، يعني أنا مش هدافع عن حد ومش هتام حد. كان هناك لدى الملك مثلا طوابع، عملات، لوحات، حفاظات، تحف، أسلحة، سجاجيد، مجوهرات، تيجان، ماذا حدث لكل هذا؟ ده يعني هو الحاجات دي كانت موجودة تحت إشراف شخصين. الشخص الأول كان إدمون بولي، وكان مكتبه في عابدين وله مكتب في القبة، وكانت الحاجات دي تحت موجودة في خزائن القصور. ويمكن الحاجة يعني الطريفة اللي أنا بحكيها لك لأول مرة، إن قصر عابدين لوحده كان فيه حوالي 152 خزانة دقيقة جدا لا تفتح إلا بأرقام سرية. فجبنا خبير خزائن في هذا الوقت، خبير إعلامي اللي هو روجوجان، وجي روجوجان ده هوت عشان خاطر يفتح هذه الخزائن. كنا بنفتح خزائن حتة حتة في جناح جناح، وبعدين بعد ما فتحنا كل الخزائن دي واحنا بنخلص خالص بنشطب، اخر خزنة فتحناها لقينا فيها جميع مفاتيح الخزن اللي احنا فتحناها. فكانت يعني حاجة غريبة جدا ان لم يكتشف انسان وجود هذه المفاتيح، ولم يرشد عنها بولي رغم انه كان موجود تحت ايدنا، ولم يرشد عنها ادمون جهلان ولا اي حد من الناس اللي كانوا موجودين على صلة وثيقة بالملك. ماذا حدث لبولي في أواخر؟ والله هو بولي اتهموه بأنه هو لما لقينا احنا في مكتب الملك مخدرات، وما كانش فيه ضده أي حاجة تقدر تمسكها عليه، لأنه هو مجرد مدير بيتلقى أوامر يشتري حاجات أو يبيع حاجات أو يجهز حفلات أو يجهز رحلات ويرافق الملك. لكن احنا أثناء الحصر لقينا حشيش في مكتب الملك الخاص بكميات يعني، بس هو كان لا يدخن، لكن كان في حشيش، ما الحشيش للسهرات مش ضروري هو يدخن، لكن يجوز المجموعه اللي بتشترك معاه في السهرات في كده، فكان لازم يعني. وكانت ايه عقوبه الحشيش في الوقت ده؟
كانت عقوبة الحشيش سجن عادي جدا، ما كانش لسه الأحكام القاسية اللي هي ظهرت بعد كده، واتحاكم عليه فعلا متحاكم. وأقام في مصر؟ وأنا الوحيد اللي شهدت عليه فيها شهادة. ولا خارج مصر؟ لا اتسجن في مصر لمدة كان موجود اتسجن 6 أشهر وبعدين سافر. كان القاضي في هذه الجلسة اللي حكم على بولي كان اسمه سميح طلعت، بعد كده بقى وزير عدل في يوم من الأيام، كان وقتها يا دوبك قاضي صغير يعني كده في سنة 52. إيه اللي حصل للثروة الكبيرة الضخمة أو قالت إلى مين في الآخر؟ والله يعني إحنا لما نيجي نقول الثروة دي كلها جمعت في خزائن الغرف المصفحة للبنك الأهلي اللي كان هو دلوقتي البنك المركزي، كان هو البنك الدولة، كان البنك الأهلي اللي هو موجود في مكان البنك المركزي حاليا في غرف مصفحة. وكان شاهد على هذه العملية الدكتور زكي هاشم، هو زي الحي يرزق، كان هو سكرتير عام البنك الأهلي، وكان كل الحاجات اللي بيستولى عليها أو تفتح من الخزائن تستلمها لجان، مفيش فرد الواحد وقدر يتصرف في حاجة حصلش، وكان كل الحاجات ده هي بتروح البنك المركزي وتحفظ هناك. لا أنا بقول راحت فين النهاردة؟ النهاردة في جزء منها لازال في البنك، الحاجة الغريبة يعني، وجزء كبير جدا اتعمل متحف، وجزء كبير جدا عامل بيع في مزاد عالمي. برنامج الملك فاروق كان بالتفصيل ازاي يا فندم؟ والله الله يرحمه والد ابني الملك فاروق على ما اظن كان بيصحى على ايامي الساعة 12 في حالة العادية، ياخد الفطار يقرأ كل الصحافة أو الحتت اللي فيها نقد، ويفطر أي حاجة ولا حاجات معينة سريعا، ويشرب طبعا عصير فواكه كتير، وبعدين يقابل إذا كان في مقابلات طبعا بيقابلها. كان يحلق دهنه بنفسه ولا يجيله حلاق مثلا؟ لا لا مش بنفسه طبعا، في افتكر 3 خليل وحسن وهم 3 بالتناوب. يفضل بالبيجامه وهو بيقرا الجرايد قبل ما يبتدي يلبس؟ ايه بس عبايه دايما. وبعدين يا فندم بعد ما يخلص القراءه والافطار يعمل ايه؟ والإفطار ويراجع النقد أو حاجة مهمة سريعة، كانش طبعا في التلكسات بس على ليها خطوط حمراء معلمين عليها، فأبص يعني أنا عايزة أشوف يعني ألاقي المعلمين عليها، يضحك ياخد الأمور ببساطة ببساطة. فإذا كان ياخد مثلا إذا كانت سريعة بياخد التليفون جنبي، كنت موجودة جنبه يعني، فيكلم رئيس الديوان عليه باشا أو يتصل مباشرة مع رئيس المسؤول كان علي باشا ماهر، أو واخد عليهم جدا في يعني يكلمهم كده يعني لما يكون متضايق خصوصا، ايه ده يا اخي يعني بطريقه يعني طفي يعني ناشفه. ايوه ناشفة. وكان بيتحدث باللغه العربيه ولا؟ ايوه بطلاقه، بطلاقه بطلاقه، عشان اكلمه لازم اتعشى الساعه 4 الصبح معاه. فايامي يعني كنت حاسه ان احسن هو يبقى رمز ويدي السلطة كلها لرئيس الوزارة. بيروح فين علشان يتولى مهام العرش؟ ما أكيد لو في مقابلة قلت لحضرتك أن بيقابل طبعا الوزير، وفترة الظهر على الغداء، على الغداء مش قبل 4 بعد الظهر. وغداء معين؟ وكنت أروح فعلا، كان مش على سفرة كبيرة
يعني ترابيزه صغيره. حضرتك وهو ولا حياتك بتبقي كلتي خلاص؟ لا يعني طبعا اكون اتغديت، مش خمسه يعني، صعبه شويه. وطبعا يسهر ما ينامش قبل 5 الصبح، وده كان عنده افتكر بيقوله ايام والده انه حب يعالجه حتى يعني ما يحبش ينام بدري، النوم بدري. كان بيصلي؟ هو كان بيصلي في جامع على ايامي طبعا، جامع القصر، كل قصر عابدين مع المنتزه في جامع. وكان يحترم جدا رئيس شيخ الأزهر. طيب بعد فن فترة النهار ما بدأ، وما كانش يحتسي الخمر زي ما كانوا بيقولوا، والله وكان بيشرب سوائل جامدة، إن والدته كانت في حالة خطيرة دايما، عايشة بنص كده صحيا يعني تعبانة، فكان بياخد كميات مهولة من السوائل. طب هو كان لا يشرب زي ما حياتك بتقولي ولا ويصلي؟ طب امال ويصوم؟ طب امال ايه اللي كان بيعمله من المحرمات اذا سمحتي لي؟ الله يرحمه يعني كان يمكن كان لازم، اصل الفتره بتاعتي كانت دقيقه جدا، والحوادث يعني مش عايزه انه يتغيب كثيرا من الصراحه. افتكر كان يحب يروح نادي السيارات، يفضوا طبعا الشارع كله، ويبقى لهم يعني 4 5 اللي قاعدين يمضي يعني الوقت هناك. طب وهل السهر في نادي السيارات من المحرمات؟ لا يعني لما يكون في ازمه لازم احلها، وبعدين يعني يقدر يعني معلش من وجهة نظري كوتشينه افتكر يعني اظن. ما شفتيهوش حياتك ابدا بيلعب كوتشينه؟ لا شفته. كان مستأجر يعني، يتردد على بعض الانديه الليليه ويلعب كارت مع فريق معين. طب ما تلعب في القصر عندك، ادعو هؤلاء الاشخاص عندك في القصر والعب معهم، محدش شايفك. انما كان مستعد للناحيه دي، ما تهموش الناحيه الشخصيه دي. هل يا فندم كان من هواة الكوتشينه لدرجه انه الكوتشينه فيها 4 ملوك وكان الملك فاروق هو الملك الخامس؟ فكان بيقول ايه؟ انا بجيب الاغنياء اللي هم بيروحوا نادي السيارات، لا سيارات، وبشغلهم بلعب معهم وبخليهم يخسروا فلوسهم. منهم يهود البارزين في البلد، ومنهم ناس من المجتمع بقى اللي بيسموه بالانجليزي ذا جيت سيت. فكان بياخد منهم فلوسهم وبيروح فرنسا، وبيرجع من فرنسا قال لك احنا السنه دي كسبنا كذا 1000 جنيه. كان بيجهز نفسه على الانسحاب من مصر، التنازل عن العالم. لدرجه ان انا اقدر اقول لك حاجه يعني مش معروفه قوي، لما انه باع قسم من كان الملك فؤاد عنده مجموعه اوراق بوسطه جباره، ده باع بمليون جنيه قبل ما ينسحب، قبل الثورة، لأكبر بيت طوابع بريد في العالم اللي هو شتولف ب1,000,000 دولار. يبقى كان بيجهز نفسه، فكان يعرف طيب إن الوضع ما هوش طبيعي، وإن برضو الإنجليز من ناحية واليهود من ناحية كان عايزين يتخلصوا منه، فكان بيجهز نفسه. فده من أسرار من الأسباب اللي خليته، مع انه مسلم قوي ما كانش بيشرب مثلا، فبرضه دخل وكان كان حريص على الصلاه اعتقد، كان بيصلي ايوه طبعا، كان حريص على الصلاه يشربش وما يشربش وبيصوم كل حاجه خمر، بس لاسباب سياسيه الظاهر، من الاسباب السياسيه يمكن كان له ميول، ما اعرفش الحاجات دي طبعا. انا ما اشتركتش في الحاجات دي بالمره يعني، كنت بخدمه من بره. كان يحب الناس ومخلص اللي حواليه، و
وما كانش يحب حد يستغله، وكان بني آدم يحب من أول معشرته. هل كان يصلي ويصوم ولا يشرب الخمر كما قال؟ لن يشرب الخمر في حياته، وكان يعزم علي بالخمر، ولكن هو قلت له ليه مش بتشرب؟ قال لي أولا الحرام وثانيا ما حبهاش. عمه مش شرب خمر، عمه. حتى مرة أقول له الحكاية دي، قلنا على الغداء وجات مناسبة، قال لي يا فؤاد باشا أنا عمري ما شربت خمر. والله يعني أنا اتجاه ديني كويس قوي. قال لي لا مش حكاية ديني وبتاع، أنا دقته ما عجبنيش كله، ما عجبنيش طعمه، خذه المشروبات وخليها ديني. قال لا. وبعدين مش زي الناس ما فاهمة، ما كانش بتاع نسوان، بالعكس هو كان يمكن يحب يظهر قدام الناس مظهر، لكن ما كانش وكان شو راح يطلع يعني. وانا وزير مالية داخلية 50 51 لاحظت انه بيجي بالليل الساعة 10 سايق طنبيل الصغير بتاعه، وجنبه واحد من الحشة مش ضابط، واحد من رجال الحشة بتوع الصغيرين. روح نادي السيارات اللي جنب الجروب ده، يطلع فوق يخش أوضة الأكل يتعشى مع الأعضاء، بعدين يخش أوضة اللعب هو 4 5 بتوع يلعبوا كارت لغاية الساعة 2 3، وينزل بنفس الطريقة لا حراسة ولا حاجة. أنا حقيقة خفت، في شرقيين وفي ناس طيارات وحشة وفي وفي، فوضعت له حراسة مستدرة نفسي مدني ضباط، ضابط تحت عند الباب النادي، ضابط فوق في أوضة الأكل، ضابط أخذ باله في أوضة الصالة أوضة اللعب هو أخذ باله. كلمني في التليفون يا أخي باشا أنت عامل حراسة عليا. قلت له جهادك شفت أحد ضباط؟ لا هو عبيط نفسي مدني. قلت له ليه؟ قلت له يقول لا مش عايز حراسة. قلت له ما أقدرش. صممت واستمروا في حراسة. قلت له مش عارف. بيتسلف ايه لو مفيش نادي سيارات ولا كوتشينة؟ يقرا. وغريب قوي بتعرف ايه؟ لاني بلاحظ انه هو شخصيته متهيألي مزدوجة، نبيه جدا، بسيط. يعني ما اتذكر الحقيقة يجيد لغة سودانية. السودانية؟ يحب يقعد مع، لاني قبل ما المخلع دايما في اوفيس اجازه تامه، ويقعد يضحك معاهم، يحب النكته. يجي طبعا الطلياني والانجليزي والفرنساوي والعربي. كان يجيد مثلا عزف على اله، يجيد هوايه معينه شاطر فيها، يحب شغل اليد في حاجه، يحب قوي الغوص يعني يغطس ويصطاد في المية، يحب قوي يركب الجيب يشوف الولف بتاعه كلاب الحراسة، ويحب الحمام الأبيض كله أبيض. كان بيحب الموسيقى؟ والله كان يحب الأوبرا برضك، مش الموسيقى الشرقية. الشرقية طبعا طبعا، وبالتالي الرقص البلدي مثلا الرقص الشرقي مش هو نفسه اقصد يتفرج عليه. كثير كل الرجال العظماء او العاديين يحبوا الرقص الشرقي. نلتقي على خير في حلقه قادمه لنكمل مشوار قصه حياه الملك فاروق مع اجمل المنى وارق تحياتي.